كل سنة وانتوا طيبين. خلاص رمضان خلص والنهاردة أول يوم العيد، وبالمناسبة الحلوة دي حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة عن كل الحلقات اللي فاتت. انتوا متعودين ان كل يوم بيكون معانا اتنين اخوات، النهاردة برضو هنكون اتنين اخوات، بس يا ترى بقى مين هما الاخوات؟ هو ده السؤال الأهم. الاخوات هما انا عبير صبري ومروة صبري، وربنا بقى يستر علينا وكل اللي عملناه في الناس طول رمضان هيطلع علينا النهاردة. ربنا يستر طبعا يا جماعة، مش قادرة أقول لكم أنا حط إيدي على قلبي إزاي، لأنه إيه يعني العلاقة ما بيني وما بين عبير طبعا باينة وواضحة جدا. عبير بالنسبة لي كل حاجة في الدنيا، هي أمي وأختي وصاحبتي. طبعا أنا بحاول إيه أرشيها في الكلام عشان إيه الحلقة تعدي على خير، بس بجد والله هي دي الحقيقة. بس من الحلقات الصعبة جدا 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 إن أنت تبقى قاعد بتتكلم مع أقرب حد ليك في برنامج قدام الناس كلها. يعني خلينا نبدأ وبعدين نشوف، جاهزة ولا إيه؟ جاهزة إن شاء الله. هطلع عينك. انا حاسه، انا عارفه ان انتي مستنيه الحلقه دي من اول رمضان. فعلا مستنيه من اول رمضان عشان اطلع عليكي اللي عملتيه فيا واللي عملتيه في الضيوف. طيب خلينا نبدا بقول الحق اه ولا لا. في المرحله دي انا وانتي هنسال بعض شويه اسئله وهنجاوب عليها باه او لا، ولو الاجابه اه هنقول اه ليه، ولو الاجابه لا هتبقى لا وبس، يعني من غير ليه. وانا واثقه طبعا ان كل الاجابات هتبقى اه، وكل حد فينا هيرد عن التاني وبصراحه، مع ان انا عارفه ان انتي ما تتوصيش في الصراحه. اتفضلي يا أستاذة. مروة شخصية متمردة، يعني ممكن تتمرد عليكي؟ مروة كانت شخصية أليفة زي القطة، وبعدين لما كبرت وبدت يعني تدخل الحياة العملية بقت متمردة عليا، بتسمعش كلامي، بتعاندني، بتكسر كل كلامي، بتعمل عكس اللي أنا بقوله بالزبط. مروة لما بتفكر في حاجة أو قرار مصيري في حياتها بتاخد رأيك وبتنفذه ولا بتمشي بدماغها؟ لا طبعا بتمشي بدماغها، وبتمشي بدماغها وبعدين بتلبس في الحيط. ايه الصفات المشتركة ما بين عبير صبري ومروة صبري؟ وارجوك دوري على صفة واحدة. اعتقد يعني اجمالا التربية الكويسة، يعني التربية المحترمة اللي فيها التزام مع الناس، ما بنأذيش حد، ما يعني مش متربيين ولاد ناس. اعتقد ان دي الصفة المشتركة. طب جي دورك بقى. انتي بقى بتشوفيني يا مروة شخصية مسيطرة، يعني كلامي لازم يمشي عليكي سواء كنت مقتنعة بيه او لا؟ لان ده اتهام انتي دايما بتتهميهولي. بصي هقولك الصراحة، عبير شخصية مسيطرة جدا يا جماعة، جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اللي هي عايزاه هو اللي بيمشي، واللي هي شايفاه صح هو بس اللي فعلا لازم يبقى صح، حتى لو انا مقتنع او مش مقتنع. بس برضو بتعمل فيا حاجة بتضحكني قوي. تيجي مثلا قبل ما تنزل تقولي ايه رأيك اروح الحتة دي ولا اروح الحتة التانية، اقول لها روح الحتة التانية. طب خلاص انا هروح الحتة دي، يعني لو نفس فكرة فؤاد المهندس مع سامح في بلاها نادي وخد سوسو، نفس الفكرة بالظبط. فلو طب انتي بتاخدي رأيي ليه؟ يعني اديني برستيجي. طيب انا بيتقال علي ان انا شخصية مغرورة او تينكة، وساعات في ناس بتشوفني دم تقيل، هل دي حقيقة انتي ممكن تبقي شايفاها او المقربين مني شايفينها؟ بصي ناس كتير قوي قبل ما يعرفوا ان انا اختك يقولوا لي عبير صبري دي دمها تقيل قوي، دي رزلة، دي تنكة، دي يا جماعة دي مش تنكة خالص، دي اطيب واحدة في الدنيا. ومش بقول كده والله عشان هي اختي، بس دي حقيقة. عبير ليها اتيتيود كده مختلف، اللي هو حلوة كده، بنت حلوة كده، داخلة قمر، لابسة حلو، فملفتة للنظر. ودايما البنات الحلوين اللي ملفتين للنظر دايما يتقال عليهم ان هم تنكين، دمهم تقيل، ما بيتعاملوش مع الناس بسهولة، صعبين شوية في التعامل. بس لا، دي مش حقيقة أبدا، بالعكس يعني. طيب نروح دلوقتي لمرحلة الدولاب، مع ان انا المرحلة دي شايلة همها من اول يوم رمضان، عشان انا وعبير لو دخلنا الدولاب هتسمعوا كوارث. طبعا مرحلة الدولاب دي هي المرحلة اللي كلنا فيها رافعين شعار اعمل نفسك ميت، مفيش اي اتنين اخوات ما بيتخانقوش. وطبعا انا وانتي ايه، بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش حتة في دلابي، في هدومي، في حياتي انتي مش مستولية عليها. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ما بتشتريش لنفسك حاجة، واللي تشتري تركيني في الدولاب وتلبسي هدومي. انا الصراحة مش عارفة اعمل ايه تاني اكتر من كده. طب انا هقول لكم على حاجة برضو، حاجة على عبير. انا دايما ايه لما باجي يبقى معايا فلوس فلازم انزل افرتك الفلوس ايا كانت الفلوس بقى. اجي مثلا اقول لها عبير انا عايز انزل اشتري توب ابيض، تقول لي على فكرة، بصوا الرقم، ها على فكرة احنا عندنا 500 توب ابيض في الدولاب.
هما فعلا بيبقوا 500 500 والله. وبتروحي تشتري شبه الحاجات اللي موجوده عندنا وبعدين تركنيها في دولابك وما تلبسيهاش وتلبسي من ال 500 اللي في دولابك. فاقول لها بير 500 زي فقلت يمكن مثلا ماشي التوب الابيض فيه منه 500، اجي اسالها على التوب الاسود يبقى فيه برضو منه 500. فهو موضوع ال 500 ده عندها ثابت، انا مش عارفه ليه احنا عندنا 500 من كل حاجه، كل حاجه 500 والله. وتخشوا الدولاب تلاقوا حاجتين ثلاثه. طيب حقيقي كذابه بس 500 500 من كل شيء. طيب عبير ايه اكتر حاجه باخدها من دولابك او يعني بصراحه كده بسرقها من دولابك وبضرب عليها؟ الحقيقه بتاخدي، غير انك بتاخدي كل الهدوم وكل الشنط وكل حاجه وما بتسيبيش حتى الروجات حتى البرفيوم حتى وبعدين ما بترجعيش الحاجه يعني برستيجي ايه طب قدام المجتمعين؟ معلش خليهم يعرفوا برضو ايه يعني الحقيقه. فكل حاجه انت مفيش حاجه تقريبا بتسيبيها في دولابي وبعدين بتاخدي الحاجه وما بترجعيهاش. وانا بضطر اتخانق مع الناس اللي في البيت ان ليه الحاجات ما بترجعش تاني تدخل دولابي، لا لاني بدور عليها ما بلقاهاش وبحتاج لها اعمل ايه بقى. لا انا هقول لكم بتعمل ايه كمان، بتطلع بقى مثلا وانا مش موجوده في الاوضه تطلع الدولاب عندي تقلب تلاقي نص دولابها في دولابي تقول لك ايه اللي جاب ده هنا، ولا ما اعرفش ده مين اللي طلعه هنا، انت يمكن جبتيه بالغلط. حنفي هو اللي طلعه هنا. حنفي اتظلم في الحلقه دي. طيب انا شخصيه مجنونه ومطرقعه ودماغي رايحه في داهيه، شايفه ان دولابي شبه شخصيتي او طريقه لبسي شبه شخصيتي؟ بصي انت عندك حاجتين في دولابك، عندك لبس على طريقه ميكي وتويتي وال يعني كل لبسك ميكي ماوس وكرتون، وبعدين ساعات بيجيلك حاله كده ايه تتقمصي تقولي ايه لا انا عايزه شويه انوثه فتبداي تشتري فساتين ومثلا توبات و ودريسز يعني بتبداي تشتري حاجات في الخط بتاع اللبس الأنثوي وبعدين تركنيه برضو في الدولاب ولما تيجي مناسبة عشان تلبسيه ما تلبسيوش وبرضو تنزلي تاخدي من دولابي وتلبسي من دولابي. فأنا بهيب بالسادة المستمعين ان انا يعني حد ينقذني من اللي انا فيه بصراحة. يعني احيانا حنفي بيخرج عن صمته بيحاول يبقى يعني ايه انوثة انوثة شوية. اخوات ولا هنقول ونحكي ونتسلى سبحان اللي جمعنا وخلى الاتنين اخوات. عبير صبري ومروه صبري رمضان زي ما تحب. ايه اكتر حاجه موجوده في دولابي وانا مضيعه عليها فلوسي كلها؟ طول عمرك بالنسبه لك اهم حاجه الجزم والشنط، وممكن تجيبيهم بالوانهم يعني ممكن تجيبي الشنطه بكل الوانها الجزم بكل الوانها. بتحبي الجزم والشنط جدا جدا والدريسز طبعا، بس الجزم والشنط اكتر حاجه. اه دي حقيقه، انا فعلا بحب الجزم جدا والشنط ودي من ضمن الحاجات اللي فيها صرف كتير جدا. طب لما بكون فرحانه او مكتئبه بتحسي ان حالتي النفسيه بتاثر على طريقه اختياري للالوان ولبسي؟ في الفتره الاخيره يعني تقريبا بقالك 4-5 شهور كده حاسه ان انت مركزه اكتر على اللون الابيض والاسود. الحياه حلوه نلبس ابيض، الحياه سودة نلبس اسود، نكتئب نسودها. طب في برضو حاجه مهمه انا عايزه اسالك عليها ويمكن محدش سالك عليها قبل كده، انت شعرك اسود عمرك ما فكرتي تغيري لون شعرك؟ يعني قبل كده عملتي هايلايتس احمر وفي اصفر بس بترجعي تاني للاسود، ليه مش بتغيري زي كل الناس ما بتغير؟ انا زمان وانا صغيره كان شعري اصفر وقعدت فتره طويله شعري اصفر وبعدين غيرت عملت شعري احمر وبعدين بقالي فتره طويله جدا سنين شعري اسود وده لونه الطبيعي او لونه الحقيقي يعني. ولما بحاول اغير واخرج بره اللون ده بحس ان انا مش عارفه نفسي بالظبط، يعني بلجأ احيانا للتغيير في الشخصيات او الادوار بس ليا انا شخصيا انا ما بحبش اشوف نفسي متغيره. واعتقد ان ناس كتير دايما تقولي احنا بنحب شكلك بالشعر الاسود ما تغيريهوش، ويمكن هو مناسب لنفس الفكره بتاعتي اللون الواضح والقاطع والمحايد. اخوات ولا سلا سبحانه اللي جمعنا وخلى الاتنين اخوات. عبير صبري ومروه صبري رمضان زي ما تحب. احنا دلوقتي وصلنا لمرحله المطب وتخيلوا يعني ايه انا هوقع عبير صبري في المطب، هتعملي فيا ايه؟ عشتي ولا كنتي بصراحه لا توقعيني بس يلا اوكي انا بس انا هردها لك. انا انت ليكي مطب وانا ليا مطب، مستحلفه لك تفضلي. طيب عبير انت شخصية رومانسية وعاطفية جدا ما بتعرفيش تعيشي من غير ما تكوني عايشة قصة حب في حياتك، بس بصراحة الرجالة كلها بتخاف منك لأنها بتشوفك شخصية قوية جدا عليهم
ممكن تكوني مش سهلة في التعامل مع أي حد، والدليل على كده إن لحد دلوقتي مفيش ولا قصة حب من قصص الحب اللي دخلتيها كملت أو نجحت. إيه ردك على الكلام؟ طيب، هو جملة وتفصيلا السؤال اللي انت قلتيه ده كلام غلط، يعني ما فيهوش حاجة خالص صح غير ان انا شخصية رومانسية وعاطفية طبعا، بس كمان انا عقلانية ومتوازنة يعني ما بين عقلي وقلبي، ومش دايما انا عايشة قصة حب ولا حاجة، يعني مش دايما ده حاصل، بالعكس ده في صعوبة جدا بالنسبة لي، لأنه اختياري أنا للشخص اللي قدامي هو اختيار مش سهل، يعني باخد وقت طويل على ما أقدر أختار شخص أو أحب شخص، يعني عشان دايما الحب بيبقاش فيه اختيار قوي، يعني عشان نبقى دقيقين. بس حكاية بقى أن الرجالة بتخاف مني وتشوفني شخصية قوية وتنكة ومش سهلة يتعاملوا معايا، دي مش حقيقة خالص خالص خالص، بالعكس، لأنه أنا دايما الناس بتقول أن أنا يعني هادية جدا ولطيفة وبدي مساحة كبيرة للراجل في التعامل معايا، انه يكون حر وان انا ما سيطرش عليه ولا حاجة، وبالعكس انا بكره شخصية الست المسيطرة، لان بشوف انه ده جزء من الرجولة، فالست اللي فيها الصفة دي هي ست يعني يختصم من انوثتها، فانا ده مش موجود عندي نهائي. وإذا كان أنت بتقولي أنه لغاية دلوقتي مفيش ولا قصة حب كملت، لا طبعا مش شرط أن القصة تكمل بالجواز، لأنه الجواز بيبقى اسمه ونصيب، فممكن جدا تحبي حد مثلا أو حد يحبك، بس ربنا مبقاش كاتب نصيب، ملوش علاقة خالص بقى بحكاية الشخصية القوية وغيره. وإن كان برضو ما نقدرش ننفي أنه أنا شخصية قوية، بس مش بمعنى سيطرتي على حد، لكن شخصية عارفة أنا عايزة إيه وعارفة بعمل إيه، ويعني ثابتة على الأرض. دلوقتي جي وقتك توقعني في المطب، وأنا مستعدة لأي سؤال. أنا بصراحة مش محضرة لك سؤال، بس اللي أنا لاحظته طول الحلقات اللي فاتت في رمضان مع ضيوفك، إن أنت بتختاري ساعات أسئلة قاسية جدا وبتضغطي بيها على نقطة ضعف الضيف اللي عندك، أو حاجة هو بيعاني منها، أو هو already متألم منها، أو هي حاجة ممكن تبقى مزعلاه وبتضغطي عليها جدا، وأنا ما بفهمش ده في شخصيتك. هل أنت شخصية سادية مثلا، يعني بتجيبي ضيوف تعذبيهم، ولا يعني أنت بتعملي كده ليه في الناس؟ أنا بستغرب بصراحة. عايزة أقول لكم على حاجة، يمكن عبير قالت نقطة مهمة جدا، إنه المطب ده زعل مني ناس كتير قوي، أو فنانين كتير والإعلاميين ولعبت الكرة اللي كانوا معانا، بس دايما المستمعين او المشاهدين لما بيجوا يشوفوا اي برامج فنية بيبقى ليها علاقة بانت ايه اخر اعمالك، هتعمل ايه، اتجوزت امتى، مشيت امتى، جاي امتى. احنا في المطب بنحاول ان احنا نخش مع الفنان ونتكلم معاه شخصيا او انسانيا، نتدخل في حاجات ممكن تكون مضايقاه، بس بنضايقه شوية اكتر زيادة عشان نشوف هل هيستفز ولا لا، هل هو شخص متصالح مع نفسه ولا لا، هو يمكن في شوية اختبارات نفسية. وانا بحب اركز على الموضوع ده جدا، لانه ببقى عايزه اشوف اللي قدامي هل هو شايف المشكله اللي عنده دي، او هيرد عليها ازاي، او هيعالجها ازاي. هي دي كل الفكره، فكره ان انا ما بسمعش الكلام. عايزه اقول لكم برده على حاجه، انه عبير دايما لما كنا بنيجي نعمل المطب لاي ضيف معانا كانتش تحب تقوله، يعني كانت دايما تقولي انا ما احبش حد يسالني اسئله زي دي، فليه انا اسال الناس اسئله زي دي، مع ان الضيوف كلهم كانوا يعني الدنيا كانت لطيفه بالنسبه لهم وكانوا بيجاوبوا وما كانش عندهم اي مشكله. على العموم يا مروه كل سنه وانتي طيبه ورمضان كريم، وانا اتبسطت معاكي جدا جدا في البرنامج، وانا بنبهر بشخصيتك المهنيه، وبفرح قوي ان البنوته الصغيره الطفله البيبي الحلوه دي بقت شطوره كده ومجتهده كده، وبحب نجاحك وبحب طموحك وبشجعك دايما وبدعمك، واتمنى في يوم من الايام تبقي اهم مذيعه ان شاء الله في مصر والوطن العربي. بيرو طبعا حبيبتي، عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، انا كان حلم من يعني من احلام حياتي ان انا اشتغل مع عبير في برنامج، وده طبعا شرف ليا كبير جدا لسببين. اول حاجه انه انا دايما حتى ما باجي اتعامل معاها بتعامل معاها لانها كل حاجه في حياتي، اختي وحبيبتي واقرب واحده ليا واكتر واحده صاحبتي في الدنيا، وكمان ان النجمه عبير صبري انا ابقى جنبها،
أو إن أنا أبقى معاها في برنامج، فده شرف ليا كبير، ودي حاجة كبيرة جدا 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 عندي. طبعا كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب عيد سعيد عليكم. كنت مبسوطة جدا معاكم في إخوات ولا، وإن شاء الله أقابلكم بقى بعد رمضان. كل سنة وانتوا طيبين، ودي فرصة لأي حد يتكلم جنبك وسيبي أنا همشي وانزلي من على الستيج. أنا همشي، باي باي.